التنبيه الأخير ما يتعلق بزكاة الفطر، والشيخ جزاه الله خير ذكر أغلب الأحكام اللي فيها. أنا ده أركز على نقطة واحدة اللي هي مسألة زكاة الفطر. يا أخواننا بتخرج نقدا مال يعني ولا بتخرج طعاما؟ لأنه زي ما قال الشيخ أغلب المساجد الأيام دي فيها شكلة في الموضوع ده. نحن في مسجد البارح في شكلة طويلة وعريضة، بس أن تكلمنا عن مسألة إنه زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. طوال الجماعة قاموا، طبعا يبدأ التنظير، ركز معي، مش النبي قال صاعا من طعام؟ ابن عباس كويس، أنس ابن مالك، ابن عمر، صحابة أجلاء نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. طوال نطلق واحد يقول لك يا مولانا لكن المسكين ده محتاج للقروش، ما في مشكلة، مش محتاج للقروش يعني انت اديه زكاة الفطر صاعا من طعام واديه قروش تاني. لا 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 يقول لك لا لا، شنو انت مش حريص عليه عشان تعرفهم بغلطوا ساي؟ انت حريص على مصلحة المسكين، اديه ده ما الواجب عليك، دي فريضة، صاع من طعام ده الفريضة طلعته، انت حاسب انه المسكين محتاج ها؟ اديه تاني من قروش القاعدة عندك ديك، ما راك ده القروش اديه، ما بيديه قرش واحد. ولما تجي في حق الله زكاة الصاع من الطعام ده حق الله، يجي يقول لك لا لا ما ندي له قروش ومحتاج ليها. انت بتتصرف في حق الله ولا تتصرف في حقك انت؟ مش انت بترى انه القروش بتنفعه، ادي من قروشك انت ده وحق الله ده طلع طعام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ صاعا من طعام. نظريات تحيرك انت ذاته. واحد يقول لك زمان زمن النبي كان ما في قروش، منو اللي قال؟ قروش راكده. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح، القروش موجودة قاعدة. لكن ما عداك قال صاعا من طعام. الصحابة طلعوها صاعا من طعام. كويس؟ مما يدل على انه القيمة لا تجزي، العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال افترض الله افترض النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر زكاة الفطر صاعا من طعام من شعير او تمر. قالوا الشعير والتمر القيمة بتاعتهم بتختلف ولا ما بتختلف؟ تختلف احيانا، اختلاف يكون كبير. وفي حديث انس قال او زبيب او اقط او بر. البر ده التمر الاحمر بتاع الشام، اقصد مش التمر، القمح ده نوع ثمين من انواع القمح. كويس؟ بيختلفوا. هسه الان الصاع من الزبيب هل بيساوي الصاع من الذره؟ القيمه بتاعتهم واحد؟ الصاع ده ما اربعه امداد زي ما قال الشيخ، اربعه بملية اليد، المدى المتوسط يعني مش يديني صغيره، ده ما بتجيب المد. في ناس يدهم طويلة أكثر من المد. المد المتوسط مد النبي صلى الله عليه وسلم هو المتوسط، أي المتوسط من الرجال يد المتوسطة أربعة أمداد صاع. الآن المد الواحد مش أربعة أمداد، المد الواحد من الزبيب أغلى من أربعة أمداد من الذرة، صح ولا ما صح؟ بل أغلى من عشر أمداد من الذرة. فهمتوا؟ إذا كان الليلة زول يقول أنا داير أخرج القيمة، العلماء قالوا الحديث ذا دلالة على أن القيمة لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالكم لا بالقيمة. هو بكم ده ما همنا، قال صاعا من تمر أو شعير، وصاع التمر ما قدر القيمة بتاع الصاع الشعير، وصاع القمح ما زي صاع الذرة، أي صاع منهم بيختلف، لكن صاع بيجزي عنك. ده مما يدل على انه المطلوب الصاع ما المطلوب قيمة الصاع. هذه دلالة أولى. الدلالة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام مع انه القروش موجودة. ما قال ما يعادل صاعا من طعام زي ما بيقولوا الناس الليلة. والناس اللي بيعبروا عنها ديل هم ما أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف
ما في مخلوق افصح من الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان يجي زول يقول لك لا لا ما يعادل صاعا من طعام. طيب النبي ما كان يقول ما يعادل صاعا من طعام؟ ليه قال صاعا من طعام وهو افصح البشر عليه الصلاه والسلام؟ قال لك صاعا من طعام بس. على هذا الائمه الثلاثه، نحن في السودان عشان تعرف الناس بتاعين هوا، تعرف الواحد دايره سهله زكاه. انت قال ما دايرين الطعام ليه؟ دايره سهله، يكون راكب في العربيه مواصلات ولا في عربيته، ويجي يلقى مسكين واقف في الشارع بمزاج يطلعها من جيبه كده، تكون ضربه خاتها في جيبه ويديها له كده وماشي، ما يتعب نفسه، ماشي يشتري ذره ولا قمح شايله في ظهره، ماشي كايسين مسكين، ولاقاكم مسكين بيجاي وفلان داك بيمسكها مني ولا ما بيمسكها، ويمشي يدي، ما دارين البرنامج داك، دايره سهله بس كده ويديه. شفته؟ فنحن في بلدنا دي لو سالت اي زول قلت له الفقه عندنا هنا المذهب شنو؟ مذهب شنو؟ مالكي صح؟ الا في المساله دي ما مالكيه. أنا بتكلم معاهم قلت لهم يا ناس أنتم مش مالكية؟ عشان تعرف أنهم بتاع الهوى، لا مالكية ولا شافعية ولا حنابلة ولا أحناب ولا أي حاجة. ديل بتاع المزاج. شفت مزاجهم مع مالك بيكونوا مع مالك. مزاجهم مع ثور بيكونوا مع ثور. مزاجهم مع أحمد بن حنبل مع إسحاق مع إسحاق، بس مزاجهم دوين. والسهل عليهم شنو؟ كويس؟ الإمام مالك قال لا تجزي، ما بتجزي إلا طعام. قروش ما بتجزي، صدقة، مركت قروش دي صدقة بس. الإمام أحمد بن حنبل كما نقل ابن قدامة في ال 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 في الفقه الحنبلي المغني، كويس؟ نقل ابن قدامة قال الإمام أحمد بن حنبل لا تجزي إلا طعام. قروش ما بتجزي. الإمام الشافعي قال لا تجزي، كويس؟ إلا أبو حنيفة من الأئمة الأربعة واحد، أبو حنيفة قال تجزي أن تخرج نقدا. طيب يا أخواننا الناس اللي بياخذوا بقول أبي حنيفة، أنا أقول لهم أخذوا به كله، يا خلوا كله. أبو حنيفة قال ويجوز أن تخرج في أول الحول، ما هي مربوطة برمضان، السنة بدت بيتين، رمضان ده شهر تسعة في السنة، قال تخرج في أول الحول، أمرقة شهر واحد، يجي أمرقة معاه يكون في وقت الإخراج مالكي. شوف في وقت الإخراج مالكي، وفي الإجزاء بتجزي شنو؟ يكون يا أخوانا اللخبطة دي شنو؟ ويجيك بعدها يقول لك لا لا أفتى بها فلان. أنا واحد حير نامس قال له يا أخ أنا اديته الحديث، حديث النبي صاعا من طعام، قال لي لكن ناس مجمع الفقه ها قالوا تطلع نقود. قلت له انا بقول لك النبي، تقول لي مجمع الفقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من طعام، يجي يقول لك لا لا قالوا بجوز. احنا الله رسل لنا مجمع الفقه ولا رسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ احنا ربنا رسل لنا نبي كريم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ده اللي احنا مطلوبين احنا نتبعه في كل صغيره وكبيره. ما تقول لي افتى فلان، يا اخي الامام احمد قالوا له افتى عمر بن عبد العزيز بإخراجها نقدا، قال انظر إلى هؤلاء يتركون قول رسول الله إلى قول عمر بن عبد العزيز. إذا كان يا أخواننا عمر بن عبد العزيز تعرفوا ده منو؟ ده إمام الدنيا عمر بن عبد العزيز، الزاهد العالم الفقيه الثقة الإمام الذي نقل له كل أصحاب الكتب والصحاح والمسانيد والمعاجم والمستخرجات، إمام وعلم وجبل. الإمام أحمد بن حنبل يقول تتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتاخذوا قول عمر بن عبد العزيز، هسه أنت دهنانا أخلي قول النبي للجماعة ديل؟ يا ناس قول النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام. شوف أنت لو طلعت أنت قروش أعتبرها صدقة، لكن قاعدة في رقبتك طلعها صاعا من طعام. آخر أو خلاصة الكلام، وقت الإخراج بتاعي يا إخواننا أفضل وقت يوم العيد الصباح قبل الصلاة، لكن قبل الصلاة ابن عباس قال من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، ومن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. يوم العيد قبل الصلاة لو ما تمكنت، حاسس إنه صعب عليك،
الصحابة أجمعوا على جواز إخراجه قبل يومين، يومين فقط، يعني يومين قبل العيد أنت ممكن بعد ذاك تخرج زكاة الفطر، يجوز لك أنت لو كنت من المحتاجين لها وأدوك لها إنك تطلع منها لنفسك، يعني لو جابوا لك زكوات تطلع منها لنفسك أنت ذاته، وبيجوز تجمع زكوات مجموعة ويدوها لزول واحد، يعني يجمعوا حقات ناس المسجد ده كله وفي جار بيجاي محتاج يدوها له كله، ما في مشكلة، تمام؟ يجوز للإنسان أن يستديد الدين لو كان قادر على السداد ويسدد، ولكن العلماء قالوا الراجح إنه في وقت وجوبة عليك، وقت وجوبة غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، غربت الشمس أفطر الصائم خلاص، الوقت ده وقت وجوبة عليك أنت ومن تعول كلهم، وقت الوجوب ده إذا أنت ما عندك قالوا سقطت عنك، يعني من غربت الشمس دي مفلس ما عندك أي حاجة، لا في دقيق في البيت، لا في تمر ولا في أي حاجة، ومفلس ما عندك قرش، ما واجب عليك كده أنت، بعد ده أنت بدوك ليه كويس؟ لو ادوك ليه ممكن تطلع منها، ما ادوك ليه أنت ما واجب عليك في الوقت ده بالذات، ما واجب عليك كل من تعول من المولود لو ولد ولو ليوم واحد، ليوم واحد بس تطلع عنه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرج عن الحمل في بطن أمه، الحمل في بطن أمه، عشان كده العلماء قالوا يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه، يستحب تخرج عن الحمل. لو أنت عندك ولدين والمرأة حامل كده بقى عندك خمسة، أنت والمرأة ولدين اثنين والمرأة حامل خمسة، هذا الخامس مستحب تخرج عنه، أما الواجب عليك على الأربعة الموجودين دين. لو الشاب بلغ مرحلة أنه بيعول نفسه وانفصل عن أبوه خلاص، عمل بيت أسرة براو كده، بعد الواجب عليه ويخرج عن نفسه ويخرج عن زوجته. طيب أيضا يا أخواننا يجوز للإنسان أن يخرج عن غيره إذا استأذن، لو استأذن منه مثلا، عندك صاحبك أنت عارفه وضعه محتاج أو ما محتاج، تقول له يا أخي اسمع أنا حطلع عني وعنك الاثنين كويس، بس استأذنوا وتطلع عنه، حتى أنت لو مقتدر ممكن تستأذن من والدك وتطلع عن الأسرة كلها، ما في إشكال. الأولى تخرج في مكان وجودك أنت، في مكان وجودك، إذا تعذر وجود مسكين في مكان وجودك أنت، أو وجدت الحاجة أمس في منطقة أخرى لكن ماها خارج البلد ممكن تخرجها في منطقة أخرى. يا أخوانا الأحكام دي أحكام مهمة ودي فريضة عليك، أنت لابد تقوم بالفريضة وتأديها في الوقت، لأن العلماء قالوا هي طهرة للصائم، قالوا كسجود السهو للصلاة، لأنه بيجبر الخلل. الآن في صيامنا في خلل، رفث ولغو، كلام فاحش كده، نقص في الصيام، تقصير، معاصي، تفريط في الطاعات، غيره في نقص في الصيام، النقص ده بتسد زكاة الفطر. بعدين واحد استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، اغنوهم عن السؤال، قال عشان نغنيهم عن السؤال لابد نديهم قروش، ده جابوه في التلفزيون. نحن مشكلتنا تلفزيوننا ده مليان مفتين ضللوا الامه دي، كلمك بصراحه، واحد بيفتي بتنظير قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، قال ده دليل على انه احنا بنغنيهم عن السؤال، يعني احنا بنديهم قروش عشان تغنيهم عن السؤال. لا لا لا، اول حاجه اغنوهم عن السؤال، الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما كان بيقسم في الزكاه، كان بيقسم فيها عينا يوم العيد بعد الصلاه، ما هي الناس جابوها او قبل الصلاه، الناس جابوها بعدك بيقسم فيها، لما قاعد يقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال يغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. السؤال المقصود هنا السؤال عن الطعام، مش السؤال عن اي حاجه، لانه انت عارف لو قلت لي يغنوهم عن السؤال معناها المال، انت الزكاه بتاعتك دي لو قدرتها مش 12 جنيه وديتها للمسكين، هل بتغنيه عن السؤال عن اي حاجه؟ وين المسكين ده دار له لبسات للاطفال، اللبسه بكم؟ 12 جنيه دي بتجيب لبسه؟
والله شريط بتاع البنات ده، شفت الشريط الاحمر بالبطو داك؟ شريط ما تجيبه عشان ما يتفلسفوا. واحد في التلفزيون عامل فيها مفتي، ما دي مشكلتنا في البلد دي نحن، عامل فيها مفتي قال النبي قال اغنوهم عن السؤال، نحن نديهم القروش عشان ما يسالوا. لا 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 لا، المسكين المحتاج ده انت ما بتقولوا انك بتغني وكل، لو جبت له جمعت له زكوات بتاعت 10 انفار، 10 انفار مش بيحددوها 12 جنيه يعني 120 جنيه، اديهم 120 جنيه يودي سوا شنو؟ يشتري بها ملابس، ها؟ يشتري بها اكل، صلح بها البيت، جير وما تعرف شنو، بوهيه ولمبه جديده ودارين يجيبوا فرشات، بيشتري له ديل؟ ما بسوي له اي حاجه. عشان كده اغنوهم عن السؤال اي عن الطعام. لانه المسكين لو اديته شنو؟ ذكبت عزول واحد، واحد بس اديته له اليوم بتغنيهم عن الطعام. كده اغنوهم عن السؤال مقصود بها اغنوهم عن السؤال عن الطعام في هذا اليوم، مش السؤال عن اي حاجه. على اي حال انت بس اعلم انه اي زول بيقول لك اخرجها نقدا دليل ما عنده. دليل شرعي ما عنده، الا يجيك ساي كده بس يقول لك نحن وافتنا بها نحن ونحن مسؤولين كبار والله بطريقتك بطريقتك، وبعدك شي شيلتك مع الله. انت بتفتي المسلمين بانه يطلعوا الفرض عليهم اللي الطعام يطلعوا قروش، ها؟ انت افتيتهم كده ولا تجزي. بعدك انت ابقى نجيد امام الله سبحانه وتعالى. شيل شيلتك بعدين. لانه ربنا فرض طعام انت قلت لهم لا لا ادفعوه قروش. يا اخواننا ما اي شيء مقابل ده. يعني هسه انا لو فاتح لي مغلق، لو فاتح مغلق كويس ودار اطلع زكاة الفطر بتاعتي، ممكن اطلعها مفك؟ اشيل لي مفك من هنا اجي لي مسكين اقول المفك ده ب 20 جنيه كمان، هاك دي زكاة الفطر. والنبي قال طعمه، في ذول بياكل لها مفك؟ طعمه طعمه للمساكين، فهمت؟ لكن الناس بتنظر يقول لك يجزي ولا باس بها. لا باس بها كيف؟ دليلك وينه؟ وين دليلك انت عليها؟ على اي حال انا استطردت كثير وطولت في المساله، لكن ده حكمه يا اخواننا. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. والناس النزاع زي ما قال الشيخ قبيل ذاك، الناس تفض بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.